ايه ده؟ يا نهار ابوك اسود، انت جايبه لي قنبله يدويه هديه؟ طب ايه المفاجاه في كده؟ هتفجريني ولا ايه؟ لا يا حسين انت مش فاهم. افرض يحسبني وانت بتجري ورا العصابه الشريره كده بهمه ونشاط المسدس بتاعك وقع، هتعمل ايه؟ ساعتها تفتكر ان مراتك حبيبتك جابت لك قنبله، تقوم تطلع القنبله من قفاك وتقوم طاخ، سوري يا حسين انا اسفه، تقوم طاخ على العصابه الشريره وتنقذ يعني الابطال كده وتبقى بطل. وايه مش هما بيعملوا كده ولا ايه يا حسين؟ ولا انا غلطت ولا كمان؟ انا ضابط شرطه مش ضابط في السيرك القومي، ولو ما مشيتيش دلوقتي هشد الفتيل وافجر القنبله في نافوخك. يعني الهديه بتاعتي ما عجبتكش يا حسين؟ يا حبيبي قلبي مش قصدي، بس ما فيش واحده تجيب لي جوزها قنبله ادويه تاني، هعمل بيها ايه يعني؟ دي هرقد عليها يعني؟ قلت افرحك يا سونا. فرحيني ايه؟ احنا نلعب مع بعض تفرحيني. حلو قوي نلعب دي. بص بقى احنا تعالى نلعب كاوبوي. انت تروح تقف هناك وانا اقف هنا واقوم طاخ ونشوف مين اللي يقتل فينا الاول. اقتلني يا حسين. كاميليا السلاح هنا. كاميليا دي كاميليا، كاميليا يا نهارك اسود، تقتلي حسين هنا في الاسم يا مجنونه، هتحطي نفسك في داهية. يعني كنت تقتليه في اي حته محدش يعرفك فيها يا مجنونه انت، وبعدين شيلي الجثه بتاعته وارميها في النيل. شيلي ايه انتي قد كده وهو قد كده؟ يعني معرفش يعني دحرجيه دحرجيه. نعم يا حبيبتي، تدحرج مين ان شاء الله؟ اقتل مين يا انجي؟ انا بلعب معاك يا بوي، اقتلي واقتلك يا حسين. وبعدين انتي ايه اللي جابك اصلا؟ ها؟ ما فيش، كلمتك على الموبايل لقيته مقفول، افتكرت ان انتي قلتي انك هتعدي على حسين في المكتب. بصراحه انا شاكه ان علي. ايوه ايوه صح، انا كمان شاكك. علي وكاميليا انضموا لجماعه ارهابيه، صح صح. جماعه ارهابيه انت كمان؟ دي غلبانه دي. انا شاك ان علي بيخوني. هو ايه اللي بيخوني وده تقول لي بيخوني؟ ايه حوار الخيانه النهارده ده؟ طب ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ اصل هو بصراحه يا حسين اليومين دول معرفش بقى مهتم بنفسه زياده عن اللزوم، وبعدين بقى نضيف فله كده وابتدى يلزق شعره بالفازلين على جنب. غريبه دي. طب انا همشي دلوقتي حالا، هتمشوا معايا ولا انزل بياكوا تحت انتوا الاثنين في التخشيبه؟ سلام. استنى يا حسين، استنى يا حسين. مفيش ثواني. مش هتقتلني وقتلك يا حسين؟ يا حسين بيتك انت وين؟ قنبلة هفجر بيها علي. الله مسدس.